لما نقول ألوان دائما نحسب إنه ممكن يكون تلوين أو رسم، ما يجي على بالنا إنه ممكن يكون علاج. العلاج بالألوان أو الكالر ثيرابي طريقة ممكن تساعدنا مباشرة في تغيير المزاج حقنا، وكمان يعني طريقة أو أخرى تقدر تساعدنا صحيا. إيش الطريقة هذه؟ كيف تقدر تساعدنا؟ حنتعرف عليها أكثر مع الدكتورة عبير خياط. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا بيك نورة، شكرا لاستضافتي. دكتورة عبير، عرفينا أكثر على الكولر ثيرابي، هل هي طريقة جديدة أم تابعة للطب البديل أو ترند فجأة صار؟ أوكي، الكولر ثيرابي فن بيستخدم كعلاج مساعد ويعود تاريخه إلى 2000 ما قبل الميلاد من القدماء المصريين، فكانوا بيستخدموا على اعتقاد كبير أنه له أثر كبير في العلاج. لكن خليني أقول لك هي أنه العلاج بالألوان يندرج تحت الطب البديل. الطب البديل اللي هو زي العلاج بالموسيقى، زي الـ NLP، زي العلاج بالطاقة والريكي، هذه كلها بتستخدم كطب بديل. الكولر ثيرابي مش هي انه يفضل الكلاينت او الشخص انه بيعمل تلوين. الكولر ثيرابي انه بيعرضوا الجسم لالوان معينه وبيشوفوا ايش اثرها على المود، على المزاج. في اعتقاد كبير انه كل لون له اثر على المزاج. خليني اقول لك انه الوان الطبيعه دائما بتحسن مزاج الانسان، لانه احنا بنتكلم على الوان طبيعيه زي اي حاجه طبيعيه، غير لما يكون تنحط فيها عوامل اضافيه بتخفف من طبيعه من الطبيعه اللي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. يعني مثلا ممكن اللون الاخضر لون الطبيعه، ولكن الاخضر فيه درجات جدا كبيره، فدخلت فيها الوان مختلفه، فصار في الاخضر الفسفوري، صار في الاخضر الداكن، صار في الاخضر الفاتح، الاخضر الزيتوني، مش كله بالضبط، مش كله الوان طبيعيه. وممكن حد يشوف لون بوجهه نظر غير حد تاني، يعني هل ده ممكن أكيد ياثر نفسيا على الشخص من شخص لاخر باختلاف؟ هو لا تنسى انه احنا كمان الالوان وحبنا للألوان يمكن بيتأثر بثقافتنا. يعني مثلا خلينا أقول لك مثال، اللون الأسود في ناس تقول لك هذا لون كئيب، صح؟ ليش؟ لأنه حتى كمان ثقافة المجتمعات ربط الأسود دائما بالعزة والحزن. في ناس تقول لك لا أبدا، الأسود ألغنت ولون جميل. الإسباني يتزوجوا بلون الأسود، صحيح. أيوة بالضبط. أنا بمناسبة الترند جالي هدية كولورينج بوك، وشايفة كمان إنه دلوقتي في على السمارت فونز كولورينج أبس كتير يعني للتلوين. بصراحة لما جربت إن أنا يعني ألون شوية لقيت نفسي مش بفكر في الألوان أكتر ما أنا سرحت أو يعني نوع من المديتيشن زي التأمل هو بالزبط. يسوي يعني تفريغ شحنات بالزبط. تفريغ شحنات والكالرز نفسها زي ما بقول بتعطي كل ما انت استخدمتي الوان مريحه بالنسبه لك حتى على المود. واحنا بنلبس الصبح مثلا انا بالزبط. مود حلو هلبس الوان، مود شويه مش حلو هلبس الالوان اللي انا مش بميل لها في العموم، يعني في تاثير جامد طبعاً. وبرضه هذه تختلف من ناس، يعني في ناس مثلا حتى لو مودها حلو بتحب الالوان الدارك، لانه تنسي كمان بتيجي مثلا واحده تقول لك لا اللون الدارك بيخفي العيوب، اللون الدارك مثلا ما بيظهر تفاصيل الحاجات اللي انا مش حابه اظهرها. في ناس ممكن تكون مزاجها كويس لكن تحب تلبس الالوان الداكنه، وفي ناس زي ما قلتي تحب تكون بتميل للالوان الفاتحه لما تكون مزاجها مرتاح او مزاجها عالي. دكتور اعتقد انه الاعمار هل بتفرق الكولر ثيرابي ما بين عمر التاني؟ هل في اعمار معينه بترسبوند؟ ما في اعمار معينه، ولكن بالنسبه للاطفال لما انت بتتكلمي دوبك ذكرتيني بحاجه كمان بتقولي لي على التلوين. الكولر ثيرابي مش هو الارت ثيرابي. الارت ثيرابي بيختلف، بيستخدم عندنا في العلاج مع الاطفال. الارت ثيرابي اللي يفرق اني انا بادي الطفل حاجه وبقول له ارسم لي اياها. مثلا ممكن اقول له ارسم لي انت نفسك داخل الاسره، كيف تفاعل الاسره مع بعض، فتلاقي الطفل بيرسم.
بعدين انا ككلينيكال سايكولوجي او انا كسايكولوجيست ممكن اجي احلل رسمه الطفل هذه. الكالر ثيرابي والتلوين اللي انت بتقولي عنه هذا ممكن بيكون حاجه مختلفه ممكن انت تسوي بنفسك، لكن الارت ثيرابيست as a therapy treatment it has to be مع انسان متخصص. الكالر ثيرابيست مش شرط يكون انسان حاصل مثلا على درجه معينه من التعليم. في ناس كثير بتكون كالر ثيرابيست بتاخذ دورات معينه، بتقرا مثلا بعض من الكتب، بتشاهد بعض من الاحداث المختلفه، بتروح بتشوف بعينها كيف بيتم تطبيق من ثيرابيست اخرين، وبعدين ممكن هو يروح يطبق. يعني ما تحتاج درجه تعليميه معينه. أنا شخصياً الكالر ثيرابي بتاعتي بتيجي عن طريق الأكل، لازم أكلي يبقى مليان كالرز أو ألوان، وده اللي بيريحني ويشبعني. دكتور عايزين نشكر حضرتك جداً وميرسي إنك جيتي وفهمتينا أكتر عن الكالر ثيرابي. شكراً ليكم وشكراً لاستضافتكم. ميرسي.